الفني لفريق ليفربول الانجليزي، الاشاعات اللي بتقول ان في خلافات ما بينه وبين محمد صلاح هداف الفريق والدوري الانجليزي. تقارير صحفيه اسبانيه وفرنسيه افادت بان المدرب الالماني واللاعب المصري على خلاف ولم تعد علاقتهم كما كانت في السابق. صرح كمان كلوب بعد المباراه لشبكه سكاي سبورتس العالميه: قلت ان لا تصدق حتى 3% مما تقراه على وسائل التواصل الاجتماعي، واكد لم يكن لدي اي خلافات او جدال مع محمد صلاح، وما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح. كذلك روبرتو فيرمينو لن يغيب حتى نهاية الموسم كما قيل من البعض. كمان موقع في البول قال ان اشاد جوردن هندرسون قائد ليفربول بالثنائي محمد صلاح وساديو ماني جناحين الفريق بعد الاداء الرائع قصاد هدرسفيلد تاون. قال هندرسون في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: الامر رائع، ربما الناس لا ينظرون الا لاهدافهم، لكن معدل جهود صلاح وماني رائع جدا. واضاف: يعملان بقوه لصالح الفريق، وحين يصلان امام المرمى يكون ادائهم مرضي ايضا، وهذا هو الامر الاهم. وقال كمان: يتمركزان في أماكن صحيحة، وإذا استمرينا في إمدادهم بالكرات سيستمران في التسجيل من أجل المتعة. انتقى كمان هندرسون عشان يتكلم عن مباراة برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال: كلنا نعرف كم هو أمر صعب أن تذهب إلى برشلونة، لكنها مباراة عظيمة يتمنى الجميع أن يكون متواجد فيها. قال كمان: ستكون مناسبة كبيرة، لكن علينا أن نكون في أقصى التركيز على هدفنا في هذا اللقاء، خصوصا أننا نواجه خصم صعب خاصة على ملعب الكامب نو. يلا كورة كمان قالت: سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على ثنائية النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد ما فاز فريقه على هدرسفيلد تاون بخمس أهداف نظيفة يوم امبارح يوم الجمعة، يعني هو امبارح، وده طبعا كان على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الأسبوع 36 من مسابقة البريمير ليج أو الدوري الإنجليزي. قالت صحيفة ديلي ميل إن صلاح قدر إنه يتخطى حاجز 20 هدف مع ليفربول الإنجليزي في الموسم الثاني ليه على التوالي بعد مسجل هدفين قصاد هدرسفيلد تاون. قالت كمان صحيفة ذا سن إن صلاح بقى بيتربع على قيمة هدفين ليفربول بعد 100 مباراة، سجل 69 هدف بهدفيه قصاد هدرسفيلد تاون. وكمان قالت صحيفة ميرور إن صلاح انضم لأساطير ليفربول بعد ثنائيته في مباراة هدرسفيلد تاون عشان يسجل أكثر من 20 هدف لموسمين ورا بعض. قالت كمان الصحيفة إن صلاح بقى اللاعب الثالث في تاريخ ليفربول بيوصل ل 20 هدف أو أكثر بعد الثنائي الانجليزي روبي فاولر والاورجواني لويس فارز لاعب برشلونه الحالي. قالت كمان صحيفه الديلي ستار ان برغم رجوع صلاح متاخر لتدريبات ليفربول بعد ما كان متواجد في نيويورك عشان يحضر حفله اكثر 100 شخص مؤثر في العالم، الا ان مو ما ظهرش عليه اي ملامح من الارهاق مع فريقه.